للفيلم المتوسطي الذي عرف في يومه الأخير دخول أفلام بعض الأفلام دخولها للمنافسة، حمل في طياتها الكثير من الآراء والانتقادات حتى حول نجاح هذه التظاهرة، وأيضا مستوى الأفلام التي عرضت، وكذلك أقوال لجنة التحكيم، الأقوال الكثيرة حول بعض الأفلام، منها فيلم سلافة وخيرجي رسائل الكراز الذي يعتبر أحد أبرز الأعمال السينمائية والذي توج بالعناب الذهبي. ما يمكن أن نقوله في هذه الدورة أن وتيرة المنافسة أخذت وتيرة سريعة ونحو الأعلى، لأنه حتى المشاركة المخرجين وأفلامهم كانت بشكل تصاعدي. فيه مجموعة من الأفلام اختلفت يعني من عدة مصادر، من عدة بلدان، عندنا حوالي 15 بلد تفوتت الأفلام، معظمها أو قسم كبير منها على الأقل أنا شاهدت 7 أفلام، نقدر نتكلم عن 7 أفلام جيدة كانت قوية. جل الأفلام التي قدمت يعني تقريبا يعني ذات مستوى، ذات بين متوسط فيستيفال يعني لفيلم كل يعني لفيلم رائع يعني.